ينضم إلي محمود أديب إخبارية رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وهنا في استوديو أمل عرابي محامي ومخطط مدن من جمعية سيكوي. أهلا بكما أستاذ محمود. سأبدأ معك، أين وصلت القضية في أم الفحم اليوم؟ يعني كما تعلمون في ظل الحكومة، حكومة بنية الأخيرة، يعني كما يبدو أنه وتيرة التصعيد على كافة المستويات فيما يتعلق بالجماهير الفلسطينية في الداخل في تصاعد نحو الأسوأ طبعا، يعني المصادرات مستمرة، هدم البيوت، وتيرة هدم البيوت يعني تزداد شراسة، يعني في داخل أم الفحم اليوم في يعني هذه البيوت التي نتحدث عنها لا تشكل أي خطر، بعيدة يعني بعيدة عن ليس عن الشارع الرئيسي، عن الشارع الفرعي بخط هوائي ما يقارب، أنا كنت في الموقع اليوم مرتين يعني وفحصت يعني مدى خطورة أو العائق اللي تشكله هذه البيوت، يعني كنت مذهول حقيقة، كنت مذهول، يعني ما الداعي، ما السبب للإقدام على خطوة من هذا النوع؟ هل حصلتم على إنذارات سابقة للهدم؟ يعني المعلومات الرسمية المؤكدة من قبل رئيس البلدية بشكل شخصي، تحدثت معه اليوم مرتين، والقائم بعمل رئيس البلدية الأخ زكي إخبارية تحدثت معه مرتين والتقيت فيه مرة في الموقع، يعني لا يوجد عندهم أي إنذار مسبق قبل لحظات، هم تفاجأوا كما تفاجأ يعني تفاجأ أصحاب البيوت من هذه الخطوة. نعم، للأسف هذه الخطوات تستمر حتى اليوم في جميع المناطق. شكرا لك محمود أديب إخبارية رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وأنتقل إليك أمل. أزمة أراضي وأزمة مسكن، يعني العديد من الأزمات في المجتمع العربي، كيف تؤثر هذه الأزمة أو هدم البيوت على أزمة السكن والمسكن في المجتمع العربي؟ يعني ربما إذا نتحدث عن أم الفحم ممكن تكون أم الفحم مثال ممتاز لتأثير سياسات التخطيط الإسرائيلية على مدار السنوات على أزمة المسكن. فأم الفحم على سبيل المثال لديها مخططان شمولي، مخططان تفصيليان يجريان في هذه السنوات، و هذه المخططات بسبب مماطلة مؤسسات التخطيط أخذت أكثر من وقتها، حتى بما يسمى بمشاريع الفتمال، وهي مشاريع التي كان من المفروض أن تنتهي خلال سنة، في أم الفحم تأخذ 4 سنوات، وحتى الآن لم يصادق هذا المخطط. وأمام هذه المماطلة يجد المواطن العربي نفسه أمام باب مغلق وعدم قدرة على البناء، فهكذا يجد نفسه مضطر مرة أخرى أن يبني بدون ترخيص على أراضي خاصة. وهذا هو الشق الأول للأزمة، والأشخاص أصحاب الأراضي الخاصة الذين يعانون من انعدام التخطيط ومن المماطلة في المصادقة على مخططات تفصيلية، وتحدثنا عن هذا الموضوع في السابق، وأيضا بما يتعلق بقانون كامينيتس. ولكن لما نتحدث عن أزمة الإسكان للشباب، نحن نرى أن هناك شريحة أخرى، وهي الشريحة التي لا تملك أراضي، وهي الأغلب مجتمعنا بسبب عمليات المصادرة قبيل النكبة وعمليات التهجير. ما يقارب 50% من المجتمع العربي الفلسطيني بداخل لا يملك أرض خاصة، ونسأل نفسنا ما هي البدائل أمام والمقابل هذه؟ توجد غلاء في أسعار المسكن أيضا وفي أسعار البيوت، هذا هو نتاج لهذه العملية، لأن نحن نرى أن هناك يعني كمية صغيرة جدا من الأراضي المسموح لها البناء، وهي تعاني من أزمات على مستوى التخطيط، ولكن هي كمية قليلة جدا، ولكن هناك طلب عالي جدا من الأزواج الشابة من المجتمع العربي على الأراضي. عندما يكون الطلب عالي والعروضات ضعيفة جدا يتم ارتفاع عالي بالأسعار. نضيف إلى الارتفاع هذا هي عملية غلاء أسعار البناء على مدار السنوات، ما نتحدث عن مواد البناء والتخطيط وما إلى ذلك، ونضيف إلها أيضا انعدام وجود سوء بناء عقاري. ماذا نعني بناء عقاري؟ وهو دخول مقاولين لبناء شقق سكنية تسوق إلى داخل البلدات العربية. من يبني؟ يخرج الشباب أيضا إلى مدن يهودية خارج القرية وخارج المدينة. هذه واحد وهذا واحد من الحلول المطروحة أمام الشباب، ولكن علينا أن نذكر الإسكان في البلدات اليهودية إن كان اقتناء بيت يحتاج إلى مبلغ كبير وإلى منالية ما يسمى بالمشكنتة أو الائتمان البنكي، وليس عند جميع الشباب، وإن كان استئجار فهم يواجهون سياسات عنصرية أخرى كإنعدام
التعليم وانعدام المرافق العامة، ولكن فعلا هذا الحل الانتقال إلى البلدات اليهودية أصبح حل موجود، ونحن نرى أن خصوصا الشباب المتعلم الذي من شأنه أن يكون رافعة اقتصادية وتعليمية إلى البلدات يجد نفسه يخرج من بلداته في بحثه أمام مسكن. ولكن طرحت العديد من الحلول في هذا الموضوع، العديد من المخططات، أين وصلت اليوم؟ نحن فعلا شهدنا في السنوات السابقة المصادقة على الخطط الاقتصادية التي مررت الكثير من الميزانيات للسلطات المحلية للبدء في عملية التخطيط، ولكن علينا أن نذكر أن عملية التخطيط معدل المصادقة على مخطط مفصل في بلدات عربية هو من 7 إلى 10 سنوات حتى يعني نحل الأزمة. نحن بحاجة إلى مخططات تفصيلية التي مصادق عليها، ولكن هذا الأمر يأخذ له سنوات. وإن كان القانون يسمى بقانون التخطيط والبناء، فالتخطيط يجب أن يأتي مع البناء، ونحن نرى أن هناك مماطلة في التخطيط، ولكن البناء لا ينتظر، لأن الشباب يريد أن يبني وأن يؤمن إلى نفسه مسكن، والدولة تستمر في سياسة كتم الأذان والأعين. نحن نريد أن نطبق القانون بدون علاقة إلى أزمة الإسكان، وهذا الشيء نراه في المخططات الحكومية. ما هناك شروط أن نعطيكم موارد للتخطيط، ولكن عليكم أن تثبتوا أنكم تهدموا البيوت الغير مرخصة وأنكم تحافظوا على مساحات البناء. وهذه العوامل جميعها، العوامل الاقتصادية والعوامل السياسية، وهناك عامل اجتماعي آخر سنتوسع عنه ربما في مكان آخر، وما يتعلق بتطور العمراني في البلدات العربية، كلها تشكل عوامل لأزمة الإسكان العربية التي إن لم يعني تعالج في السنوات هذه من خلال سياسات وموارد سنرى ارتفاع آخر في سعر السكن في البلدات العربية والأزواج الشابة خاصة الذين لا يملكون. نعم، وخروج هؤلاء الشباب من مكانهم ومن أرضهم. شكرا لك أمل عرابي، محامي ومخطط مدن من جمعية سيكوي. شكرا.